كلمنا احنا على سوء حظ منتخب تونس قبل البطولة والكهرباء والمنتخب راح الكاميرون ما لقاش فيه هدوم، واتكلمنا على كل الحاجات دي علشان خاطر نيجي في مشوار البطولة. مشوار البطولة المنتخب التونسي بسم الله ما شاء الله عنده سوء حظ غير طبيعي. يعني مثلا اول مباراة قدام منتخب مالي، نعيم السليتي بيقدم اداء جميل ولا اروع ولا اجمل، فنعيم السليتي يجي له كورونا فما يكونش موجود معاك الماتش التاني. محمد دراجر واحد من اهم اللعيبة عندك في المنظومة الدفاعيه بالنسبه لسيد منزل الكبير، دراجر مش موجود معاك من اول البطوله حرفيا، دراجر عنده كوفيد، فدراجر الحمد لله رب العالمين ربنا يشفيه من الكوفيد قبل ماتش جامبيا، فالناحيه الشمال تضرب. يعني انت دلوقتي ظبطت البنطلون الجاكيت ضرب منك، ظبطت الناحيه اليمين حمزه المسوسي جاب جون ودراجر رجع وديلان برون رجع، فالحمد لله رب العالمين ضربت منك بقى هناك ناحيه الشمال، لان علي معلول هيغيب للاسف الشديد بسبب الكوفيد، وكمان هيغيب معاه محمد امين بن حميده، فانت دلوقتي عندك مشكله في ناحيه الشمال. يعني الناس كلها كانت بتقول لك ايه الراجل ده من اتنين طب دلوقتي الاتنين جالهم كوفيد، فالمنتخب التونسي حظه غريب جدا. تبص كده على نص الملعب، غيلان الشعلان اللي عامل بطوله عالميه حرفيا هيكون غايب عنك على اهم ماتش في البطوله بالنسبه للمنتخب التونسي اللي هو ماتش جامبيا. ليه بقى اهم ماتش في البطوله؟ لان المنتخب التونسي بالصلاه على النبي لو اتغلب هيروح، ما فيش حاجه اسمها احسن توالد خلاص. المنتخب التونسي لو اتغلب هيروح، موضوع ان هو يصعد كتالت بثلاث نقط دي الموضوع صعب جدا، هو يصعد كتالت باربع نقط ماشي، وفي الحاله دي هيواجه منتخب المغرب. يعني انت لو صعدت كتالت هتواجه منتخب المغرب، منتخب جامبيا عنده اربع نقاط ولو تعادل معاك هيبقى عنده خمسه. المنتخب المالي اعتقد انه يكسب منتخب موريتانيا كل سهوله فيوصل لسبع نقاط، هيكون هو اول المجموعه، غير بقى ان المنتخب الجامبي عايز يكسبك علشان خاطر يكون هو اول مجموعه، وانت عايز تكسب علشان خاطر تكون انت موجود اساسا كتاني مجموعه. ففي مشاكل كتير المنتخب التونسي في المباراه الحاسمه، لان مثلا مين نجم الماتش بتاع اول امبارح؟ وائل الخزري. وائل الخزري غايب ليه؟ عنده كوفيد. يعني وائل الخزري مش موجود الماتش الجاي، ده طبعا بجانب غيلان الشعلاني. غيلان الشعلاني وعلي معلول ووهاب الخزري ثلاثه لعيبه مهمين جدا في المنظومه عندك. تبص على الاحتياطي بتاع وهاب الخزري والاحتياطي بتاع غيلان الشعلاني، هتلاقي محمد علي بن رمضان برده عنده كوفيد، ده غير الاثنين حراس اللي عندهم كوفيد، ايمن دحمان وعلي الجمل. فبسم الله ما شاء الله انت دلوقتي عندك مشكله ناحيه الشمال، وعندك مشكله في نص الملعب، وعندك مشكله ده اهم ماتش بالنسبه لك في البطوله اللي هو يا اخي المشاكل بتجري على منزل الكبار مطرح ما يروح بصراحه، اللي هو بسم الله ما شاء الله مغناطيس للمشاكل. الراجل حرفيا كده كل ما يهرب منها يلاقيها جت، كل ما يحس بحاله استقرار يلاقي الاستقرار ده اتضرب في الخلاط، اللي هو يعني انا مش فاهم. طب بتحضر اهم ماتش في البطوله وتلاقي ان انت غايب من عندك سبع لعيبه بسبب الكوفيد، ورجع لك ثلاث لعيبه ثانيه عشان كان عندهم كوفيد. المعسكر ده في حاجه غلط، المعسكر ده في عكس، المعسكر ده اداريا مش منضبط، المعسكر ده بيتعامل مع موضوع الكوفيد بكل استخفاف وبكل استهتار. علشان كده المنتخب التونسي حرفيا اكتر منتخب عربي في البطوله بيعاني بسبب موضوع الكوفيد. فلما نتكلم عن المنتخب التونسي ونتكلم ان في عبث بيحصل في المعسكر، ففي عبث بيحصل في المعسكر، وانا مش قادر اطلع منزل كبير بره كل ده. انت كمدير فني عندك كل المشاكل دي، ما اعتقدش ان كل ده بيجي لك من فراغ. كل المشاكل اللي بتحصل في معسكر تونس دي ما اعتقدش انها تيجي من فراغ. قضاء وقدر وكلها حاجات بتاع ربنا، بس في نقل عدوى بيحصل عندك في المعسكر، في حاجات غريبه بتحصل عندك في المعسكر ما بنشوفهاش غير في معسكر المنتخب التونسي. المنتخب التونسي محتاج ظبط وربط، المنتخب التونسي محتاج حد عاقل يوقف المهازل اللي بتحصل في المعسكر بتاعه دي. يعني غيلان شعلاني، علي معلول، محمد امين بن حميده، محمد علي بن رمضان، ايمن دحمان، علي الجمل بجانب وهاب الخزري، دول المسحه النهارده طلعتهم ان هم مصابين. طب ده معناه ان اللعيبه اللي كانت مصابه ما اختلطت بدري مثلا؟ ما هو في حاجه بتحصل في منتخب تونس غلط، احنا عايزين نفهمها، ونفسي الاعلام التونسي يطالب ان الحاجات دي تتبرر، يعني العبث اللي بيحصل في المعسكر ده يتبرر، مش ان هم بعد الماتش يجوا ملبسين منزل الكبير، ما قبل الماتش بيحضر لبعد الماتش، قبل الماتش بيقول لك ان في عك وفي حاجات غلط بتحصل في المعسكر، وبعد الماتش انت عايزين تلبسوا كل حاجه لمنزل الكبير. لا، منتخب تونس فيه مشاكل اكبر من منزل الكبير بكتير. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو شايف ان منتخب تونس ما فيهوش اي مشاكل فيا رب دايما ما يكونش في اي مشاكل.